بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معكم شرح برنامج أوتوكاد نسخة 2024، والنهاردة هشرح أمرين مهمين في البرنامج. أنا عندي هنا في مانيش فوق في المنيو بار، وعندي هنا بيرج وأوفر كيل. عندي أداة البيرج دي بتقلل لي من حجم الملف، ليه؟ لأنها بتشيل لي العناصر الغير مستخدمة في الملف اللي عندي. الاوفر كيل لو انا عندي خطوط فوق بعضها فهو بيشيل لي الخطوط دي وبيخلي لي خط واحد. طب هنشوف الكلام ده مع بعض، يعني كده وهاجي اقول له بيرج، لا اما بدوس عليه من هنا او ان انا بكتب بي يو اللي هي اختصار بيرج في الكوماند. تمام، عندي هنا بقى الاعدادات ظهرت لي بالشكل ده. اول حاجه بيرج ايبل ايتمز اللي هي العناصر اللي انا عايزه اعمل لها بيرج. هنا عندي مثلا اللايرز زي ما شايفين كده، في زائد جنبها بفتح الزائد دي، في لايرز هنا غير مستخدمه اللي هي اف يو ار بدوس عليها، وبعدين بدوس جنبها كده بعمل عليها صح. انا عايزه اعمل بيرج بشيل اللاير اللي هي اف يو ار، خلاص اخترتها، باجي اقول له بيرج شيكت ايتم، وباجي هنا اقول له بيرج اول شيكت ايتمز. تمام، لو انا جيت عند اللايرز هنا خلاص اهو اتشالت الزائد اللي جنبها، مفيش لاير غير مستخدمة معاها. نفس الكلام عندي في الدايمنشن ستايل، لو فتحته بالشكل ده كده هلاقي عندي انوتيتف دي مش مستخدمة، بدوس جنبها صح كده وبختار بس اللي عليهم صح، يعني هنشيل ده وده. تمام، بختار اللي انا عملت عليهم صح بس، واجي اقول له برضو بيرج شيكت ايتمز، وبعدين اقول له بيرج زيست ايتم، خلاص شالهولي. عندي بقى فايند نون بيرج ايبل items، لو انا ادوس عليها كده دي الحاجات اللي انا ما اقدرش اعمل لها بيرج. يعني انا عندي لايرز هنا، باجي افتح الزائد دي كده بالشكل ده كده، ما اقدرش ان انا اشيل اللايرز دي لانها موجوده اصلا عندي في الملف ومستخدمه. فمثلا لو انا اخترت تويلت هنا وجيت عندي اوبجكتس دي، في عندي ارك ممكن ان انا اقول له سيلكت اوبجكتس من هنا اهو، على طول هيحدد لي مكان التويلت الموجوده، يعني هي موجوده في الملف فهو ما يقدرش يعمل لها بيرج. يبقى ده امر بيرج في برنامج الاوتوكاد. هنيجي بعد كده على امر اوفر كيل. لو انا بقى عندي رسمه ريكتانجل اتنين زي ما شايفين كده، وجيت انا قلت له موف وحطيت الريكتانجل ده كده من النص على ده كده، تمام كده بقوا اتنين فوق بعض. طيب انا عايزه اعمل اوفر كيل، اشيل واحد منهم والاتنين اللاير بتاعتهم واحده، وانا عندي اقول له اوفر كيل او في اهي اكسره او في اوفر كيل، بدوس عليها بالشكل ده كده واختار الاثنين سيلكت اوبجكت، بختار الشكلين مع بعض كده، بدوس بيمين الماوس انتر. هنا اجنور اوبجكت بروبرتي، هختار الكالر اللاير اللاين تايب السيكنس، هعمل اوفر كيل عن طريق الكالر واللاير واللاين تايب. ممكن انا اختار لاين تايب سكيل او اي حاجه من الحاجات الموجوده هنا، انا هختار دول واسيب الحاجات دي زي ما هي واجي اقول له اوكي. لو جيت عملت موف هنا اهو شال لي الريكتانجل التاني اللي كان موجود. طيب لو انا جيت رسمت خط كده اهو ورسمت عليه خط تاني بالشكل ده، وجيت قلت له اوفر كيل او في واخترتهم الاثنين، وبرده هنا اجنور اوبجكت للحاجات اللي انا مختارها، وممكن انا اختار اكتر لو في اللاين ويت او في اللاين تايب سكيل، ممكن انا اختار حاجات اكتر من كده. تمام، لكن ده مثال بسيط، واجي اقول له اوكي. ولو جيت عملت له موف اهو هنلاقيه خط واحد. يبقى احنا اتعلمنا النهارده امرين من اوامر الاوتوكاد اللي هو بيرج واوفر كيل. كده هنخلص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.